استاذ عمر الايوبي، عايز اروح لك سريعا لمحمود البنا وطاقم التحكيم اللي تم اعلانه امس عن طريق الاستاذ ابراهيم المنيسي كانفراد وعن طريق كابتن احمد شوبير. صراحه حاجه غريبه جدا ان اللجان لجنه الحكام بنعرف المعلومات من الاستاذ ابراهيم المنيسي رئيس مجله الاهلي ومن كابتن احمد شوبير طبعا يعني اقرب الناس للجنه. بسم الله الرحمن الرحيم. بص بالنسبه لموضوع التحكيم ده، يعني انا دايما بيبقى عندي حرص احافظ على الحكام طبعا، لان محمود البنا حكم كبير، وبرده موضوع احمد الغندور حكم فار، حكم جيد جدا، لكن المشكله في لجنه الحكام واضح ان في امور مش طبيعيه وبتحط نفسها في دايره الشبهات بشكل واضح. يعني الاختيارات نفسها، يعني البنا مش ده البنا اللي انا اعرفه من زمان، لا في حاجه مش مظبوطه. اختيار احمد الغندور ده فيه علامات استفهام كبيره جدا، لسه في مشكله خاصه بعد ماتش الاسماعيلي اللي فات، وفي لغط كتير حوالين هدف الاسماعيلي. ما كانش ينفع يكون موجود في مباراه زي دي حكم فار، خاصه ان هو مش مصنف في الكاف من احسن الحكام. دي رقم واحد. رقم اتنين مهم جدا، انت عندك محمود عاشور، عندك عمرو الشناوي لسه جاي من كاس عالم مش بص للمراحل النهائيه فيها، لازم يكون موجود. محمد عادل موجود، عندك حكام كتير جدا على فكره، في ست حكام فار دوليين غير الغندور. ما ده اختيار غريب. ودي لا انا شايف دي والله ما بهزر، ده كابتن شوبير اتصال مع كابتن توفيق السيد كابتن محمد فاروق، ده اختيارات الاهلي. محمود البنا اختيار النادي الاهلي، احمد غندور اختيار النادي الاهلي. الاهلي هو اللي مختار، بدليل يعني؟ ان ابراهيم منيسي بيقول الخبر ومبسوط بالحكام. يعني انا في السوبر كمان الظامر. لا موضوع الوقت الاختيار دي ما بقدرش اقولها، لكن اقول لك ان انت معروفه من الاول بدري كده، لا تجوز. لا انا جايب الحكم المرضي عنه في الاهلي، انا جايب الحكم اللي الاهلي مبسوط منه، انا جايب الحكم الفار اللي الاهلي راضي عنه، ده اللي انا شايفه. لا اقول لك انا متفق معاك على حاجه، ان هو الزمالك عنده مشاكل في معاكس الحكام واضحه جدا، والحكام اللي هي يعني بيحصل معاها مباريات مثلا بيحصل ركلات جزاء لنادي الزمالك او حاجه، الحكام دي بتواجه مشاكل كبيره جدا، عكس ان في حكام تانية بتتوقف. محمود عاشور لغايه دلوقتي بيقول لك محمود عاشور مش راجل ما حكمش، لم يدير مباراه الاهلي والزمالك هذا الموسم، ودي حاجه صعبه جدا. طيب والاهلي اللي اتخلص عليه بالتاكيد يعني